رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. في سورة الزخرف يقول الله تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. إبراهيم عليه السلام، ربنا سبحانه وتعالى بيوريك ما قاله لقومه، أبوه منهم وقوم البقية اللي كانوا على عبادة الأوثان والأنداد والآلهة، اتكلم معهم، قال: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ قال: الآلهة بتاعتك دي ما بتسمع، وربنا شنو؟ ما هي ما بتسمع، لكن ربنا شنو؟ السميع. طيب، ولا تبصر، وربنا البصير. قال: ولا تغني عنك شيئا، يعني ما في لك أي حاجة. قال: يا أبتي، عشان هو طبعا دائما الوالد ما كبير بيشعر إنه ولده ده مهما أنت كبرت في السن أنت لسه ولد صغير، وأبوك أعلم منك وأفهم منك، وما ممكن أنت تكون أفهم من أبوك، ده بكون فهم غالب الآباء. شكده طوالي قال له بعديها، قال: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، عشان ما يخد في باله إنه الموضوع ده الولد ده داري يعمل فيها كبير علي، لا لا، زي ما بقولوا ناس كتار. قال: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. أبو مسا يقولوا بعض الكلام الكويس ذا كله، كلام طيب وعبارات جميلة وطيبة ونقاش بالتي هي أحسن، ما استجاب له. عشان كده انت عارف في ناس كتار هسه بقول لك انتوا مشكلتكم ما بتتكلموا كويس، لو بتتكلموا بالراحة الناس كان قبلت منكم. اها، كلام ابراهيم عليه السلام ده كيف؟ كلام نحن خليه، نحن ناس شوتر ساي، نحن خلانا. ابراهيم ده كلامه كيف؟ مش كلام سمح؟ وبعدين ما سأل ابوه، استنبذ ابوه هنا، ما سأله، قال له: لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. شوف الإجابة بتاعت أبوه شنو؟ قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ راغب عن، لما أقول لك راغب في معناه داير الحاجة، راغب عن معناه ما دايرة. أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ أنت قال الآلهة بتاعتي دي ما دايرة، أنت راغب عنا؟ لئن لم تنتهي، اللي بتسوي فيه ده لو ما خليته لأرجمنك. شوف، قال له ما عندنا أي حسابات تانية، واحد من اثنين، يا الكلام اللي بتسوي فيه ده تخلي، الكلام اللي جبته لنا جديد ده أعبد الله براو والأنداد ما بتنفع وما بتضر، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا كثير. يعني قال: سلام عليك. ما خلاص بعد تاني ما بستفيد منه شيء. سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. قال له: أنا بستغفر لك الله، ده الوعد في الأول. عشان كده ربنا هناك في سورة الأعراف قال، أو في سورة
الأعراف نعم قال إلا قول إبراهيم ده في التوبة قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء قال لي بستغفر لك ربنا بعدك نهاو حتى عن الاستغفار للمشرك ذاته المهم إبراهيم عليه السلام لما أبوه أصر على الشرك والكفر ومعه قومه يتبرأ منهم كلهم انت هسه بتقدر تعمل الشغل ده؟ بتقدر؟ تعرف في ناس الواحد اول ما العقيده تخش عليه ويبدا يناقش اهله يقول لهم يا امي ما تمشي للفقير والمحايات الجايبه اخذتها في الثلاجه دي دفقيه اول ما تبدا انت في برنامج زي ده فهمتني؟ طوال الجماعه بقبلوا عليك يقول لك خلاص انسخطت تباريت الجماعه ديل ويقول لك بعد اشوف في انت يا تتعدل يا تفارقنا تاني ما جينا هنا اتخيل نحن ما ضعيفين نحن ضعيفين بنرجى الجماعه هم اللي بيتبرأوا مننا لكن سبحان الله ابراهيم عليه السلام هو اللي تبرأ منهم قال اني براء مما تعبدون آلهتكم دي انا بريء منها كلها قال الا الذي فطرني فطرني معناه شنو خلقني لانه ربنا قال الحمد لله فاطر السماوات والارض يعني خالق قال الا الذي فطرني فانه سيهدين اتبرى من الالهه بتاعتهم دي كلها وانكر كويس قال لابوه في سوره الانعام واذ قال ابراهيم لابيه آزر ده اسمه آزر انت قال سموه آزر ليه عنده صنم اسمه آزر أبوه ده بيخدم الصنم ده خدمة ما عادية خدمة جد لا من سموه عليه سموه آزر زي الصنم بتاعه قال أتتخذ أصناما آلهة صنم قال له تبقي له شوف نفس الفهم ده عندنا في البلد دي عشان انت كصوفي ما تزعل ما هسه في ناس سووا القبة إله ولا ما سووه نفس النظام يعني الفرق شنو بين كونه ذاك جاب له صنم بتاع حجر وعنده اضنين وعنده كرعين وعنده راس ده قال ده إلهي وبين زول تاني نفس البرنامج يطبقوا مع القبة بتاعت الشيخ هم الصنم ده كم يعملوا له شنو يعني مش بيجي بيسألوا يقول له يا أخي كده ودارين كده ودارين كده أو بيعتقدوا إنه الصنم ده بيقربهم لله مش كده؟ طيب بس الناس اللي في القبة دي قاعدين يعملوا في شنو؟ أنا دايرك تفهم معايا البرنامج ده شفت لو فهمتوا هتعرف إنه في ناس كتار مورطين في البلد دي والله مورطين ورطة زول بيمشي بكل عبرة ويركب المواصلات وبو ينزل في مقابر حمد النيل ماشي ليه بس سؤال ليه؟ يقول لك زيارة القبور ما هذه المقابر هذه مقابر الرمالة قريبة هذه جاي حمد النيل ليه زيارة القبور أمشي مقابر الصحافة هذه هنا قريبة حسن الخاتمة هذه جاي ليه بتمشي مقابر حمد النيل بالذات وفي واحدين كمان حمد النيل دي بيعتبروها ده شغل سنتر ليج لسه بيركب يمشي الزريبة هناك رئاسة كبيرة ده دور الأربعة هناك زريبة شكينيبة كدباس هناك بتاع الحسونة دوري الأربعة فهمت؟ في ناس إلا يمشي الرئاسة ذاتها انت زيارة القبور اللي قال النبي عشان تعرفهم كذابين ولك ما زيارة القبور والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها أها النبي قال مش ورانا إلا فإنها شنو تذكركم الآخرة يا سلام طيب اللي بيمشوا هنا ديل بيسووا شنو؟ تذكركم الاخره؟ ومقابر الرمال دي بتذكرك وين؟ ما بتذكرك الاخره؟ امشي هذه. عشان تعرف الموضوع ما زيارة قبور. الموضوع هو دار له حاجه من الزول اللي في القبر ده. عنده زول معين ماشي دار له منه حاجه. الداري سيف تراب عليم والله. والداري الجنة عليم والله. فهمت؟ والداري عدل له الطريق. يا زول ما يتعدوا لك يا فين كده اللي عدل طريقه اللي عدوا اللي قاعد جوا ده
عشان تعرف نفس البرنامج. إبراهيم عليه السلام قال أتتخذ لأبو أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. الشغل ده ضلال قال له، كلام واضح ما في لولو. تعرف في ناس دايرين التوحيد ده، في ناس عاملين فادو على التوحيد، لكن داير يتكلم لك بفوق، انت ما تفهم اي حاجه بفوق كده. تعرف قدر ما تجتهد الزول ده داير يصل لشنو ما بتفهمه. قول لك ان التوحيد من وحد يوحد توحيدا، اها، وده انا افهم شنو. تلقى الامام شغال بكورك 6 سنة توحيد التوحيد، والناس القاعدين معه في الجامع حقه واحدين لابسين حجابات، واحدين بيمشوا شكينيبة كويس، واحدين بيسفوا تراب القبر، واحدين مالين التلاجة من حياة. وده الشيخ عامل فيه كلامه في التوحيد ده لعب. إبراهيم عليه السلام أداهم كلام واضح جدا، ده لو قلت له يزول يفهمه، كلام واضح شديد. قال في سورة الصافات، قال أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. كويس. قال أتعبدون ما تنحتون. يا ناس زول بيسوي إله بيده براوي، قلت إلهي يضبط فيه صلح يده بجاي والكراع، واحدين بيسووه بالعجوة زي ما عمر الخطاب رضي الله عنه روي عنه في الأثر، قال كان عنده صنم بتاع عجوة ده إلهه، لما يجوع بيجوا بياكل منه كده يزنك اليد البجاي دي يقلعها ياكل من إلهه. عشان كده أكان رضي الله عنه لما دخل الإسلام كان بيضحك من الموقف بتاعه ده، هو براه بيضحك منه. عشان كده روي عنه في التاريخ كان بيقول لي موقفان أتذكر أحدهما أبكي والآخر أضحك. بيضحك من الموقف ده، بيأكل في إلهه. يا أخوانا إله بيأكله ده، طيب هتستفيد منه شنو أنت؟ بيأكله. عشان كده إبراهيم عليه السلام قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. الله خلقكم أنتوا بالآلهة بتاعتكم دي وتجي تعبدوا فيها؟ كويس. إبراهيم لما قال لهم الكلام ده واضح، إني براء منكم ومما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. ربنا بعدك قال وجعلها كلمة، يعني البراء من المشركين. كويس. وبعض المفسرين قال لا إله إلا الله، جعلها كلمة باقية في عقبه، عقبه يعني أولاده ذريته، جعل الكلمة دي باقية يعني لا إله إلا الله وإخلاص التوحيد باقية في ذرية إبراهيم، ذريته الوراو كلهم. كويس. من ذريتهم نوم، ربنا قال ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ده كلهم من ذرية منه، كلهم من ذرية إبراهيم. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وذرية إبراهيم من بعده أكانوا بيتواصلوا بيدي بكلمة التوحيد. ربنا قال لهم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، لما جاء عند الموت وصى أولاده، وصاهم بشنو؟ طبعا نحن هنا يفكر في الحواشة ما تبيعوه والبيت البهيني والوطن ديك وبتاع، فكروا في الدنيا. وصى أولاده أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. شوف الكلام ده كيف، تعبدوا منو؟ ما تعبدون من بعدي. وصى في ناس حيين، ما بوصى وصية زي دي. الواحد حي وأولاده بيعبدوا في غير الله. كويس. والأسوأ من كده اللي بيورث من بعده لأولاده العقيدة الشركية. كويس.
قال البرعي في بيت بتاع الشعر بتاعه قال ووصيتي لمن بعدي ان يتنسك او يتصوف أو كلام زي ده كده. توصي الوالد انه يتصوف. بس انا كان اتوصى اولادك تقولون ابقوا صوفيه بوراي انت الفيك ان عرفت موت خارج على كده موت على كده ساي كمان ده تبقوا مشركين بوراك ودعاة للباطل. قال لهم ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك. تخيل معاي ما قالوا لو نحن ماسكين في ابواتنا وشوف ديل ابواتهم منو. تخيل معاي ديل اولاد يعقوب ابواتهم منو؟ ابوات خير كلهم كويس. ما قال لي احنا ماسكين في ابواتنا زي شغل الصوفيه الليله ماسكين في ابواتنا ونحن لو ما ابواتنا ديل قاعدين كان امورنا كلها بايظه والسودان يقول لك كان بيخرب لو ما في صوفيه وديل الاسسوا في البلد دي وديل الحارسين البلد وكذابين ساي. والله لا بحرسوا بلد ولا رقبتهم دي ما يحرسوه كذابين ومستهبلين. قال ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدا ونحن له مسلمون. ده توحيد نظيف. شوف يعقوب عليه السلام لما قالوا له الكلام ده كويس ده كده بقى وصيه بتاعت يعقوب. يوسف عليه السلام قال واتبعت ملة أباي. يوسف ده ود منو؟ أبوه منو يوسف؟ أبوه يعقوب. ويعقوب أبوه منو؟ أبوه إسحاق. وإسحاق أبوه منو؟ أبوه إبراهيم. شوف يوسف ده السلسلة بتاعته كيف؟ هسا لو ده عندنا في البلد دي إييييك. يقول لك ده مش ود فقراء، ده ود دمبية. ولا دمبية ده. كويس؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الكريم. ابن الكريم ابن الكريم ابن الخليل. انبياء كلهم كده. بعد يوسف عليه السلام قال واتبعت ملة ابائي. ما قال انا في حواهم وانا ابواتي ما دام قاعدين ما عندي مشكله ثاني. لا قال واتبعت ملة ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. شوف الملة دي كيف بالله. ذرية بعضها من بعض. ذرية بتاع الصالحين. كويس؟ قال ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. بقى بيسأل في الناس المعاو قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ عليك الله كذب. بس امشي اسال اي صوفي، سؤال واحد بس. قول انتوا عندكم شيوخ؟ اي طبعا بقول لك، منو؟ البراي وتاني والكباشي وتاني وصايم ديما، ده القاعد ده لابس نظارة سود وتاني والركيني المكان كم ده؟ اها وتاني ده شيوخكم؟ اي قول له الاخير دين والله الله. مش سؤال واضح؟ ما زي سؤال يوسف عليه السلام. قال أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ كذا سألوا يقول لا خير دين ولا الله؟ كويس؟ أخير الله؟ طيب تنادي دين ليه؟ بس السؤال كده انتهى الموضوع. إذا قال لك أخير دين قول له ترى أنت موضوعك بايظ. وكان قال لك أخير الله ها؟ ربنا قال أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ بعدها قال ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الشغلة دي يا أخواننا واضحة. عشان كده شوف الصوفي انت بتنتهي من برنامجه ده كله التصوف ده كله تنتهي منه بسؤال واحد بس تقول له ده لا خير ولا الله؟ بس واحد. اذا قال لك خير الله قل لي الله وكيد. قال لك ادعوني قال لك اعمل واسطه ولا قال لك ادعوني مباشر؟ مش مباشر طوالي ادعو طوالي مباشر.
لأنه ربنا قال وإذا سألك عبادي عني ها قال تعالوا لي بيوتحسونا، تعالوا لي بالكباشي، تعالوا لي بالصايم ديما، لا قال فإني قريب. انتهى موضوعك يا صوفي. في حاجة تاني؟ قدم شهاب عوض. تفضل يا شيخ شهاب.